بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا. خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.
يومئذ ترونها خلقت السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان وفي
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله بما ليس لك به علم فلا تطعهما تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس
ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا الأمور وإلى الله
نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والبحر يمده من بعده أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم
Thank you.